السلام عليكم أصدقائي صديقتي محبي في النافة رحالي. اليوم سوف أتكلم عن دخول المولى إدريس الأول في إطار الحركة يعني الجهادية ضد ما تبقى من الأمازيغ يعني تائرين في الجبال المجاورة لمدينة صفرو على دين اليهود والنصارى والمجوسية، وكذلك لأجل يعني محاربة الخوارج السفرية الموجودة هنا بمدينة صفرو. أنا ذكرت المجوسية لأن ما تبقى من المجوسية يعني في المغرب التلة الأخيرة تلات هنا في مدينة صفرو، يعني وبالضبط يعني تلات في جهة ديال أغبال القرى، ثم آخر تلة ديال المجوسية يعني تلات في المغرب، وبالتالي يعني تم قصدها من بعد يعني مولاي إدريس الأول، وكذلك بعد مولاي إدريس الثاني الذي نزل عند أهل حبونا، يعني هو الذي سمى حبونا لأن حبونا هي التي استقبلته، وهو الذي سماها حبونا لأن الساكنة ديال المدينة صفرو أحبوه وأحسنوا ضيافته وأكرموه، وبالتالي سماها حبونا، لأن حبونا كانت كلها يعني جنانات يعني فيها الخيرات يعني ديال المندرين وديال النافيل وديال المشماش والبرقوق، يعني كانت زردة يعني فيها عدة أشجار، وأحسن النزل بها لأنه أحب ذلك المكان الذي هو حبونا. فحسب بعض المعلومات المتداولة بين السكان، فإن إدريس الأزهر أقام مدة سنتين بمدينة صفرو، والمرجح أنه يعني أقام بصفة عامة هنا بمدينة صفرو، وبدأ في نشر دعوته يعني نشر دعوته في قبائل مجاورة لمدينة صفرو من ضمنها البهاليل والقبائل المجاورة، مع أنه يعني مع علما بذلك أنه كان للخوارج من نفوذ كبير عليها على هذه المناطق المجاورة لمدينة صفرو، خاصة وأن مدينة صفرو كانت يومئذ تابعة لإمارة جنماسة الخارجية، وكان يحكمها أميرا تابعا للإمارة جنماسية. ولأجل حماية عاصمتهم يعني الجديدة فاس من خطر يعني الخوارج السفرية كما ذكرت، فكر الأدارسة في استعمال مدينة صفرو كدرع واق لها، وهذا ما يعني بنت عليه مدينة فاس، يعني بدأت يعني تتحصن بمدينة صفرو، وبالتالي مدينة فاس يعني تطورت وأقبلت على مشاريع يعني كثيرة، بينما مدينة صفرو هُمشت، لأن السبب تهميش مدينة صفرو هي مدينة فاس، لأن مدينة فاس حتى في المجال السياحي يعني قاصين مدينة صفرو، يعني كيقولوا في الكتاب السياحة كيقولوا لهم مشريو من فاس وما تشريوش من صفرو، لأن مدينة صفرو هي مدينة صغيرة ومدينة هادئة والكارم وهذه. واش ماشي يقدروا الساكنة مدينة صفرو مدينة هادئة ويعني وجميلة إلا ما كانش فيها اقتصاد سياحي؟ وبالتالي مدينة فاس هي السبب الوحيد في إقصاء مدينة صفرو، لأن المقولة القديمة للجنرال ليوطي الذي معروف بها يعني كما قال المغرب النافع والمغرب الغير النافع، فهنا كيبان المغرب الغير النافع. كنصيبو مثلا في كتاب السياحة يعني كتقسم مدينة عريقة على فاس، قديمة من فاس، يعني من مدينة صفرو إلى قرية فاس، وهذا الشيء راه عارفين يعني المسؤولين هذه، وبالتالي كيقسيو مدينة صفرو، يعني غير كيجي السائح هنا كتعرض عليه يشري شي حاجة كيقول لك لا أنا داير لي في كتاب السياحة نشري من فاس، يعني علاش الإقصاء هذا ديال مدينة ما فيها والو، حتى هي خصها تنتعش اقتصاديا وسياحيا،
يعني هاد الناس ديال فاس لا حول ولا قوة إلا بالله. هما دابا شوف كيذكر عليهم التاريخ، التاريخ كيذكر عليهم بأن كانوا كيخدموا مدينة صفر وكدرع واقي لمدينة فاس، وعلاش ما صرفوش بهاد الدرع الواقي لمدينة صفر ويقولوا حقها حتى هي ندخلوها في السياحة، وحتى هي يعني يطلعوا الناس ديال فاس يديروا مزارات هنا في صفر ويحركوا الاقتصاد السياحي هنا في مدينة صفر. علاش؟ لأن أنانيين هادو الناس ديال فاس، راه أنانيين كيبغيو راسهم وكيقسيو الآخر، هما غيبيناتهم ومنوضين الحرب داخل الميدان السياحي، فما بالك بمدينة بيدخلوا مدينة صفر. يعني هادشي هذا راه يعني لا يعقل. أنا التاريخ هو كيشهد عليهم بأن كان صفر كيحميهم، وكان من مدينة صفر إلى قرية فاس. يعني الناس كانت تمشي لفاس غير على الحمير، يعني نهار ديال الطريق، نص نهار ديال الطريق، وعلى الرجل ماشي تاع الدواب. وبالتالي كتلقى مثلا غير كترجع الامور الى نصابها، كاين كرو داك الجميل ديال المدن اللي حماتهم واللي كانت درع واقي كما ذكر الكاتب هنا. يعني هادشي هذا يعني بحال مؤامرة على مدينة صفر من أجل تهميشها وإقصائها وعدم، يعني إذا كنصيبوا مثلا مدينة فاس فيها على ما يزيد من 100 معمل للرجال والنساء، وكنجيو صفر وكنلقاو معمل وكيخدم غير النساء، يعني هذا إقصاء واضح. وبالتالي عاد كنقولوا حنا فاس، اش من فاس؟ فاس راه هو اللي خرج على صفر، هو اللي عبى الاستثمارات ديال صفر اللي كانت غتنزل في صفر، راه عباها فاس، وما اعترفش صفر بالجميل اللي كانت كتسديه له مدينة صفر. المهم ماشي هذا هو الموضوع ديالنا وتميم الموضوع. لأول مرة سجلنا يعني وكأن يحكمها أمير تابع يعني للإمارة السجلماسية، ولأجل حماية عاصمة الجديدة فاس من خطر الخوارج، فكر الأدارسة في استعمال مدينة صفر درع واقي لها. وفي هذا الإطار جاء استقرار يعني بعض الأسر يعني هنا في مدينة صفر، مثل أولاد زرو أولاد معزوز بمدينة صفر، وإنزال طرف من قبيلة بني يزيغا بالمنزل الحالية، وذلك بهدف مواجهة الخوارج. لكن هذا لم يمنع عبد الرزاق المهدي أحد زعماء الخوارج أن ينطلق من صرو لاحتلال فاس ويخطب له في عدوة القرويين لمدة سنتين. أما يوسف بن تشفين يعني الدولة المرابطية، فقبل أن يحتل فاس يعني يوسف بن تشفين كان عليه أن يدخل إلى مدينة صرو وأن يقتحم حصنها المانع. حصنها المانع يعني كانت مدينة صرو عندها حصن مانيع، يعني يقدر يدخل الفاس وما يدخلش صفرو، يقدر يحتل الفاس وما يحتلش صفرو. هكذا توقع، هكذا الشيء دابا اللي كان سردوه راه وقع حتى لفرنسا. يعني فرنسا سهل عليها تدخل الفاس، ولكن صعب عليها تدخل مدينة صفرو برجالها الأقوياء ويعني والوطنيين الذي كانوا يحبون وطنهم ويحبون سلطانهم ويحبون يعني بعض يعني يتحابون بعضهم. أصعب على المحتل الفرنسي أن يدخل المدينة صفر. وهكذا ما جرى ليوسف بن تشافي، يعني قبل أن يحتل فاس كان عليه أن يدخل إلى مدينة صفر لأنها هي الدرع الواقي لمدينة فاس. يعني لا إلا احتل مدينة صفر سهلت عليه مدينة فاس، سهل عليه في الاحتلال. وأن يقتحم حصنها المانع، وذلك لأجل استعمالها كقاعدة لعملياته العسكرية ضد فاس. ضد فاس يعني غادي يدير لاباز هنا في صفرو، باش ان صفرو هو المانع، هو الحصن الأقوى يعني على الجهة ديال ما كاين لا فاس لا والو. فاس راه ما كانت سهلة باش إلا ما دخلوش صفرو ما يمكن لهمش يحتلوا فاس. الناس صفرو هو اللي كان كيحمي فاس، ورغم ذلك ما اعترفوش بهذا الجميل لما تحسنت الأوضاع. ولكن القوافل الآتية من الجنوب المحملة خاصة بالذهب والتمر، يعني طريق صفرو كانت تسمى بطريق الذهب والتمر،
قبل أن تصل إلى فاس، وجاء يعني وحتى يدخل يوسف بن تجافين إلى مدينة فاس كان عليه أن يواجه حلف زواغة والواتا وسدراتا ومغيلة وبهلولة، يعني البهالي. يعني هذا الحلف هذا يعني كان دير حتى هو واقي، يعني كيحصن لحصن مدينة فاس، وقد تمكن من هزم جيوش الحلف هذا يوسف بن تجافين، يعني خدع على هذا الحلف هذا، يعني كان قوي المرابطين، كانت دولة قوية، وأن يدخل إلى المدينة ويقتل حاكمها من ولاد مسعود المغراوي من أسرة خزرون التي كانت تحكم سيدي المازن. هذه حقائق ثبوتة يعني ما يمكنناش نزيدوا فيها، وبالتالي إذا كان فاس قصص خرو راه التاريخ ما كيقصيش صرو، يعني كان قصص خرو يعني اقتصاديا ويعني وسياحيا راه التاريخ ما عمرو يقصص خرو، وصخرو دائما يبقى على القائمة، لا في الوعي ديال الناس ديالو، ولا في الحسن الكرم ديال الناس ديالو، ولا في كل شيء. وتبقى مدينة فاس غير صورة شكلية لا علاقة لها لا بالكرم ولا بالقوة، يعني صورة كانت قوية عليها، ولا زال الناس يعني يقولون هذه المقولة الشهيرة التي لا يقبلونها أناس مدينة فاس حاليا، ألا وهي من مدينة صفرو إلى قرية فاس. والسلام عليكم، إلى فيديو آخر إن شاء الله.